مرحبا عبود، يعطيك العافية. رمضان كريم إن شاء الله، وشكرا لك على هذا البرنامج اللطيف. إن شاء الله نشوفك مليونير قادم وليس مليونير سابق. أول شيء، أنا حماد خير العبادي وأدرس هندسة مدنية سنة رابعة في البوليتكنيك. حابب أسألك سؤال سريع. أنا عندي مبادرة غير ربحية وحابب أخليها ربحية، بس ولكن أظل ثابت على النهج والهدف واحد. شو النصيحة اللي تنصحني فيها؟ يعطيك العافية. شكرا محمد على سؤالك. سؤالك كتير حساس، لا يمكن لأنه بيمس في المجال الغير ربحي اللي هو البادرات التطوعية اللي إحنا هدفنا من خلالها دائما إنه نطور من أنفسنا، نساعد الناس اللي حوالينا. بس كيف نساعد الناس ونعمل مصاري؟ بدنا نلاقي إيش الإشي الأساسي اللي إحنا بنقدمه للناس، وإيش الخدمة الأساسية اللي بنقدمها إحنا مجانا، ونحول جزء منها لجزء متطور يكون بفلوس. فعلى سبيل المثال، إذا أنا كانت مهمتي بإنه أصلح بيوت الناس مثلا، فممكن أعرض الخدمة تبعتي أو أعرض البروفايل تبعي ضمن خدمة أكبر ممكن أقدمها للشركات أو للناس المتيسرة أمورهم. إذا مثلا أنا طعمي الناس أو ممكن أشتغل في المجال هذا اللي هو الطبخ، الشغلات هاي ممكن أطور من الموضوع بإنه يكون في عندي مطبخ على جانب ولكن جزء منه خيري، فنطور الموضوع لإنه يجيب مصاري. إذا كانت أنا مبادرتي مثلا زي مبادرة تبعت محمد اللي هم بيساعدوا الناس يطوروا بمهاراتهم، فبندور على المهارات اللي ممكن الناس يدفعوا مصاري مشان يتدربوا فيها. مشان هذا الحكي بدعم المبادرة تبعتي، بخليني دائما مستمر أهم من إنه والله أوزع الخدمة ببلاش وبعدين أوصل لمرحلة ما بقدر أطور ما بقدر أشتغل.